حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الحايكي، رئيس قسم المقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، كثر في الأونة الأخيرة اللغط حول منع استعمال الأكياس البلاستيكية المخصصة للتبضع أو المخصصة للنفايات، ما هو ردكم على ذلك أستاذ علي؟ أولا شكرا على الاستضافة. أحب أطمن الجميع، سواء مستخدمين الأكياس أو تجار أو المصنعين لهذه الأكياس، بأن الأكياس البلاستيكية لن تمنع وسيتم تداولها كما كان بالسابق. وكذلك بالنسبة للأكياس التي تم تصنيعها قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار، لا توجد أي نية لسحبها من الأسواق، وسيكون مسموح تداولها لحين الانتهاء من المخزون المتوفر، إن كان عند المصانع البحرينية أو المحال التجارية. نعم، رداً على ما يتداوله أفراد المجتمع في برامج التواصل الاجتماعي بأن هناك فرض لضرائب وأسعار لاستخدام الأكياس البلاستيكية، فهل هذا صحيح أستاذ علي؟ بشكل عام هذا الستيتمنت مو صحيح، ولكن للتوضيح أكثر، بحسب الدراسة اللي قامت فيها الوزارة في الفترة الأخيرة، أن القيمة الإضافية على المنتج النهائي معدومة تماما. والدليل على هذا بأن كثير من المحلات التجارية تستخدم هذا النوع من الأكياس قبل بوقت من صدور القرار. فالأكياس متوفرة حاليا قبل صدور القرار ومعمول فيها، وليس هناك أي أسعار إضافية. فإذا طبق القرار ما هو الفرق؟ نعم، شكرا على التوضيح الأستاذ علي الحايكي، رئيس قسم المقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.